نرحب في اللقاءات متاعي. الناس اللي يشوفونا لازم يستفيدوا، خصوصا الجيل الجديد، وانت انت عبارة عن مثل لهذا الجيل الجديد. الحمد لله. ناس زمان يقولوا واحد عمر واحد ما ينجح إذا ما ضربوش الحيوط. ما عرفش إذا هذا راح يفهموها الناس. عمر واحد ما ينجح إذا ما تخبطش في 30 مليون حيط، وأكيد هذه الحياة وهذه هي الدنيا. لا، أنا أقول لك حاجة، كاين هذه وكاين هذه تاني خطرش تاني الدنيا. كاين الجيل الجديد تاني كيمن هكا، الجيل الجديد يبغي غير الدنيا غير معه هو، ما يبغيهاش كما يقولوا حنا تكون معاه خمس سنين راها معاه، في نهار تدور عليه ينسى كاع الخمس سنين هذيك تاع اللي كانت معاه. دوك ماشي مليحه. صح. دوك الا كانت معاك بوندو خمس سنين، نهار ولا زوج، نهار ولا زوج جات ضدك، ما عليهش احملها. كل واحد يتعلم اكيد من التجارب الصعيبه في حياته. وانت من غير ما ندخلوا في تفاصيل، الكل عارف انه مريت بتجربه صعيبه. واش تعلمت منها؟ واش تعلمت؟ يقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. انا من هذه تعلمت بزاف، اون بلوس من هذه كيما نقولوا حنا ربي كشغل كانت نعمه ليا، باسكو كانوا بزاف الناس فوق معايا مزورين كيما نقولوا حنا مزورين، هي كشغل غير وحدهم راه واحد وراه الهاتف ما ولاش يصوني بزاف. هاي وهذه التجربه اللي ديتها يعني بلي مليحه. ما لمت حتى حد، لا. ما حاسبت حد، ما زعفت انه حد، ما تواصلش، ما سقسى عليك، ما تصلو بيك. واحد شوف يقول لك في هذا في الصوالح تاع المكتوب ربي حاجه كيكون كاتبها لك ربي، ما تلوم واحد، ما تلوم نفسك. هي كانت هاك، واش بغيت دير لها انت؟ تبدلها انت؟ ما تبدلهاش، ما عندك ما تبدل. والحمد لله يا ربي. نظرتك للحياة تبدلت، نظرتك للناس تبدلت. لا 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 لا, لا 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 الحمد لله من هذا الباب حتى حاجة ما تبدلت عليها الحمد لله. الشخصية تاعي هذيك عايش بها غاية. فرحان بها، فرحان بشخصيتي الحمد لله.